في هذا الفيديو رح ناخدكم في جولة إلى بعض المناطق في مدينة عمان. شارع رينبو اللي ببلش من الدوار الأول مليء بالمطاعم والكافيهات والترفيه. ما تنسوا فلافل القدس، أطيب سندويشات فلافل. بوكس آت كافيه هو من أوائل الأماكن اللي فتحوا في شارع عمر بن الخطاب الممتد من شارع الرينبو. سوق الجمعة في منطقة العبدلي هو الفلي ماركت العماني. هون ممكن تلاقوا ماركات عالمية بأسعار رخيصة جدا، شيء مستعمل وشيء مش مستعمل أو ستوك. جبل الويبدة من المناطق القديمة في عمان، مركز لتجمع المثقفين والفنانين. دار الأندى أحد المعارض الفنية المنتشرة في عمان. دارة الفنون من أهم الوقفات الفنية والثقافية في جبل الويبدة. احنا هلأ عم ننزل على درج الكلحة اللي بوصل من جبل الويبدة لوسط البلد، وهو أحد أدراج عمان القديمة.
وسط البلد جزء من عمان القديمة ومليء بالمحلات التجارية اللي فيها كل المنتجات، صح؟ آه. هذا المشهد اللي احنا شايفينه من جبل القلعة، وجبل القلعة بيحتوي على آثار رومانية وآثار إسلامية تعود للعصر الأموي، وأيضا متحف الآثار الأردني.